اليوم حنا نفتخر بإنجاز السنة الأولى المشتركة وجامعة الملك سعود في تكريمها حصولها على جائزة التميز في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات، واللي تنافست فيه أكثر من 193 دولة، وتنافست أكثر من 1100 مشروع، وحصلت بحمد الله وتوفيقه عمادة السنة الأولى المشتركة ممثلة بالجامعة في مشروع بوابة الطالب الإلكترونية. بوابة الطالب الإلكترونية تهيئ للطالب جميع الخدمات بشكل إلكتروني. حنا في العمادة نخدم أكثر من 12,000 طالب وطالبة، وكان هناك حاجة ماسة جدا لتسهيل العمل على أبنائنا الطلاب والطالبات في عدم مراجعة المكاتب وعدم متابعة المعاملات، فحولنا كل الخدمات اللي ممكن يحتاجون فيها إلى مراجعة إلى خدمات إلكترونية، جمعناها في بوابة واحدة سميناها بوابة الطالب الإلكترونية. شاركنا في هذا المنتدى بهذه المشروع، وبحمد الله وتوفيقه حصلنا على جائزة التميز في الفرع السادس في هذا المنتدى. الهدف الرئيسي من المشاركة في مثل هذه المسابقات هو إبراز ما تملكه العمادة وما تقوم به عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود من مبادرات وبرامج إلى المجتمع المحلي والعالمي، بهدف مشاركة المعرفة ومشاركة أفضل الممارسات التي تقوم بها العمادة، وكذلك الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية التي تعرض في مثل هذه المسابقات ونقلها إلى بيئتنا المحلية. المبادرة التي تقدمت بها عمادة السنة الأولى المشتركة للمشاركة في هذا المؤتمر هي البوابة الأكاديمية للطالب، والتي يتم من خلالها تقديم عدد من الخدمات التي تسهل مهمة الطالب الأكاديمية في القاعة الدراسية. ومن هذه الخدمات عملية الدعم النفسي والإرشاد والبوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج التعريفي، وهذه الخدمات في مجملها تصب في تسخير أو توفير وقت الطالب بأكبر قدر ممكن لكي يتم التركيز على المهام الأساسية التي هي تشكل الجانب الأكاديمي بشكل أساسي. والله الحمد والمنة، تم تكريم عمادة السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود اليوم بجنيف من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وهو في مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات. يهدف هذا المؤتمر إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصة في الأمم المتحدة، وهناك عدة مسارات لتحقيق هذه الأهداف، وكانت مشاركة عمادة السنة الأولى المشتركة في الفئة الخامسة اللي هي البيئة الممكنة. قامت وحدة تقنية المعلومات بعمادة السنة الأولى المشتركة بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل وعمادة التعاملات الإلكترونية بتطوير بوابة الطالب لتقديم العديد من المزايا والخدمات للطالب، منها الجدول الدراسي وجدول الاختبارات ودرجات الطلاب، وأيضا النظام داعم ونظام أرشدني والعديد من الخدمات الأخرى أيضا.